حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج في ثاني أيام التشريق. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل القصف بشكل عنيف على قطاع غزة، وارتفاع الحصيلة لأكثر من 37,700 شهيد. الأمم المتحدة تحذر من مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة، وتؤكد أن استخدام أسلحة متفجرة خلف نحو 39 مليون طن من الحطام. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. في خير أيام الله وفي خير بقاع الأرض، يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج. هناك يقف الحجيج بين متضرع ومبتهل وملبي وداع الله عز وجل، حيث تسكب العبرات وترتفع الدعوات إلى عنان السماء طمعا في مغفرة الله ورحمته ورضوانه. لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يواصل حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى في ثاني أيام التشريق الثلاثة. ويرمي ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث مبتدئين بجمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى فالكبرى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال رئيس بعثة الحج الرسمية إن بعثة القرعة قامت بتفويج الحجاج المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، ذلك عقب انتهائهم من رمي الجمرات. وأشار رئيس بعثة الحج إلى أنه تم المرور على الحجاج بمخيماتهم بمشعر منى لمعرفة من يريد التعجل في رمي الجمرات وإعداد كشوف بأسمائهم لتفويجهم إلى فنادقهم بمكة المكرمة، على أن يتم تفويج باقي الحجاج غير المتعجلين غدا الأربعاء بناء على رغبتهم. الله أكبر.
صرحت وزارة الخارجية بأن القطاع القنصلي بالوزارة وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في السعودية والأجهزة المعنية تبذل جهودا مكثفة بالتعاون مع السلطات السعودية لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بين صفوف الحجاج، بالإضافة إلى وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالي. وأوضحت الخارجية أن السفارة المصرية في الرياض قد قامت بإفاد بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوقوف على تطورات الوضع الراهن ومتابعة جهود البحث عن كافة المفقودين من المواطنين المصريين، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية ويرغب ذويهم في إعادة جثامينهم إلى أرض الوطن. تواصل وزارة الداخلية تواجدها الأمني لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، حيث تتواجد الخدمات الأمنية بأماكن تجمعات المواطنين والمقاصد الترفيهية المختلفة. واصلت وزارة الداخلية وجودها الأمني وانتشارها وسط المواطنين لتأمين احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، وقد نشرت الخدمات والارتكازات الأمنية بمحيط الحدائق والمتنزهات العامة نظرا للإقبال الكبير من المواطنين عليها خلال أيام العيد، ما ساهم في استمتاعهم بأجواء العيد وبهجته. عشان أمانك انت أبدي روحي ليك وللبلاد، شرطة وشعب جنب بعض صف واحد، يوم ما تحتاج حد ألف إيد يساعد، والمهم والأهم إحنا قد المسؤولية. حضور وزارة الداخلية في المكان يعني حسس الناس كلها بالأمان، مش إحنا بس، الشرطة متواجدة معاهم في كل حتة وفي كل مكان، وحاجة فوق الوصف. الحمد لله، يعني الواحد بينزل مطمن ومعاه أهله وعياله في يوم سعيد زي كده، والدنيا أمان. كما شاركت الوزارة المواطنين المترددين على الحدائق والمتنزهات هذه الاحتفالات من خلال فرق موسيقات الشرطة التي قامت بتقديم العديد من المعزوفات للمواطنين، وشهدت تفاعلا كبيرا معهم. كل سنة والرئيس طيب والشرطة بخير وكل سنة وانتم طيبين. كله تحت السيطرة، خط زي المسطرة، اطمني يا مصر أمنك عندنا. كما شهدت مناطق كورنيش النيل وممشى أهل مصر خدمات أمنية اتسمت باليقظة للتعامل مع الخروج على القانون مع مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع المواطنين. اتبسطت جدا بالشرطة النسائية، لأن دي حاجة كويسة جدا بالنسبة للنساء طبعا، إن لو حصل لنا أي حاجة أو تعرضنا لأي حاجة هقدر إن أنا أتكلم معاه بأريحية. كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها طيبة، وكل سنة وأنت طيب يا ريس، وإحنا عايشين في الأمن والأمان من حوالينا. أحب أقول لسيادة الرئيس كل سنة وحضرتك طيب، وشكرا لكل المجهودات اللي أنت بتعملها لنا وكده، وعيد سعيد عليك. كل مصري مننا أمنه غالي عندنا، وابن وابني كله هيكمل مكان. انت الاهم والتحدي، ابتدي لك يوم جديد، نهار جديد يكون امان وبخير عليك وتكون سعيد. احنا بنشكر وزاره الداخليه على التهنئه الجميله اللي هم عملوها دي. كل سنه طيب الرئيس والحكومه المصريه والشعب المصري، كل سنه طيبين. عشان امانك انت ابدي روحي ليك وللبلاد. محيط دور العرض السينمائي شهد انتشارا امنيا، حيث تواجدت العناصر البحثية والنظامية وعناصر الشرطة النسائية، وهو ما بث الطمأنينة بين المواطنين. حقيقي يعني الواحد يعني حاسس بأمن وأمان وهو ماشي في الشارع، ومفيش أي خوف ولا قلق ولا أي حاجة، الحمد لله. يعني كنا نازلين أنا وأصحابي في العيد مبسوطين، ومشوفنا الشرطة في المكان اتبسطنا أكتر عشان الأمان، وأحب أشكر الرئيس وأحب أشكر وزارة الداخلية. كله تحت السيطرة، خط زي المسطرة، اطمني يا مصر أمنك عندنا. مهما كان أو إجرى بالأمان منورة، مستعد إني أحرس في الليالي. دايما إحنا في أمن بعد ربنا وفيكم، فربنا يحفظكم يا رب. شعور طيب وكلنا واحد، يعني إحنا كلنا بنكمل بعض، كل سنة وأنتم طيبين. اطمني يا مصر أمنك عندنا.
مهما كان او ايه جرى بالامان منوره مستعد اني احرس بالليالي. احنا سعداء بيكوا وبنحس بالامان وانتوا حواليك. كل مصري مننا امنه غالي عندنا وابنه وابني كله هيكمل مكاني. انت الاهم والتحدي ابتدي لك يوم جديد. هكذا يستمتع المواطنون بفرحة العيد تحت مظلة من الأمن والأمان الذي وفرته لهم أجهزة وزارة الداخلية. عشان أمانك انت أبدي روحي ليك وللبلاد. شهدت الحديقة اليابانية بحلوان إقبالا كبيرا من المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بجمال أشجارها النادرة وأزهارها المميزة. وتتميز الحديقة بتصميماتها على الطريقة اليابانية كما أن بها ألعاب مائية للأطفال. على قائمة زيارات الأسرة المصرية تأتي الحديقة اليابانية بحلوان لاحتوائها على مناظر جمالية تنقلك من مصر إلى اليابان، فهي تتميز بتصميمها على الطريقة اليابانية. أنا أول مرة وكده يعني، بس هو مكان جميل جدا، في حاجات حلوة يعني زي مراكب في مية والحاجات الحلوة دي. نطلع نتنزه تمام في العيد ونفك عن نفسنا شوية، كل واحد بيجيب الأسرة بتاعته تمام ويقعدوا مع بعض وزي ما انت شايف كلها عائلات. الحديقة اليابانية تتميز بالهدوء والأشجار النادرة والأزهار المميزة والنباتات المتنوعة والتماثيل الضخمة، كما أن بها ألعاب مائية للأطفال وبها تستطيع التقاط أفضل الصور التذكارية. أنا جيت من زمان وأنا لسه برضو شاب صغير وجيت أنا والأولاد هنا، العيال يعني مرتاحين وكويسين يعني، المكان جميل وهادي. هي كلها جميل، كلها مميزات يعني، هي بجد ممتعة والأجواء حلوة ويعني كشكل هي حلوة. جيتها قبل كده وبصراحة الأجواء زي الفل وممتعة جدا، وإن شاء الله في أحسن كمان وكمان. ما يقرب من 300 حديقة عامة و50 حديقة متخصصة بالعاصمة تفتح أبوابها لسكان القاهرة الكبرى خلال أيام العيد بالألعاب الترفيهية والأماكن المميزة والمناظر الرائعة. شهدت الحديقة الدولية بمحافظة دمياط إقبالا كبيرا من المواطنين خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسادت أجواء من الفرحة والبهجة في حدائق دمياط احتفالا بالعيد، حيث فضل جزء كبير من المواطنين اللجوء إلى الحديقة هربا من حرارة الطقس، ذلك للاستمتاع بالمساحات الخضراء والألعاب الترفيهية المخصصة للأطفال. الحديقة هنا كويسة وممتازة، فيها خدمات كويسة، فيها أمان، نظافة. احنا كل عيد بنيجي هنا أنا وأهلي وصحابي عشان ننبسط يعني ونخرج في الحديقة، وبصراحة الحديقة جميلة جدا ونظيفة، وهي موجودة أصلا وسط البلد يعني قريبة من ناس كتير جدا، فالناس كلها أصلا بتيجي تنبسط هنا كل عيد. المكان حلو جدا، والحقيقة الولاد بيستمتعوا باللعب هنا وبتبقى خروجة حلوة جدا، لأن الولاد بيلعبوا وبيجروا، والحديقة طبعا قريبة من البيوت ومن الناس، وموقع حلو جدا. المكان بجد حلو، فيه ألعاب للأطفال اللي عايز يلعب، وممكن تلعبوا براحتكم هنا، المكان واسع وكبير، وساعات بيعملوا هنا حفلات حلوة. الحديقة هنا تعتبر زي معلم أثري كده في دمياط، لازم في العيد حاجة أساسية لازم نخرج ونيجي الحديقة، حتى لو بعدها هنروح أماكن تانية بس دي حاجة أساسية في العيد. شهدت الحدائق والمتنزهات في أسوان إقبالا من المواطنين رغم ارتفاع درجات الحرارة في اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك، وشهدت حديقة فريال التاريخية توافد أعداد من الأسر التي قدمت من كومامبو ودراو ونصر النوبة وإدفو في الوقت الذي دفعت فيه مديرية الصحة بعيادات الطوارئ أمام الحدائق. النهاردة إحنا في قفلة طبية من أمام حديقة فريال لتأمين المواطنين اللي بيعيدوا، ونحب بهذه المناسبة نقول لهم كل سنة وهم طيبين ومصر كلها بخير. متواجدين طبعا في ناس بتيجي من إدفو وبتيجي من إسنا، بنكشف عليها وبنحول على يعني الحالات الصعبة بنحولها على المستشفى، والحالات اللي بيكشف عليها الدكتور، ومن دون فلوس ولا من دون أي حاجة، والعلاج مجاني والكشف مجاني. جينا هنا لقينا القافلة الطبية بصراحة واستعنوا بها آخر استعنا هنا، وبصراحة يعني حاجات يعني على أعلى مستوى يعني. جاي هنا جنينة فريال أنا وأخواتي وأمي وأبوي وأخواتي وأصحابي، جايين هنا بالمناظر الجميلة في أسوان،
واحنا ساكنين في اسوان هنا، وجينا جنينة فريال في العيد، وجايين هنا عشان اتفرج على الحاجات الجميله في اسوان وعبر نهر النيل. بنيجي كل سنه في القريه وفي المكان الجميل ده، مكان رائع وجميل، ونحب نروح الجناين بتاعت اسوان، منظر ساحري، مكان جميل. الجو هنا حلو، الجو هنا جميل، واسوان حلوه، وهنا الجنينه دي بالخصوص يعني التذكره بتاعتها رخيصه جدا وفي المتناول. ان التاريخ سيتوقف طويلا امام تلك الحرب يسجل بأساة كبرى عنوانها الامعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات بوسط قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربي قد قصفت بشكل مكثف مناطق عدة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، خاصة مدينة دير البلح ومخيم لبريج، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. أعلنت السلطات الصحية في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 37372 شهيدا و85452 مصابا منذ 7 من أكتوبر الماضي. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في القطاع أسفرت عن وصول 25 شهيدا و80 مصابا إلى المستشفيات. جرائم وانتهاكات متعددة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لا سيما ضد المدنيين. وكالة أسوسيتد بريس وثقت من خلال تقرير ما أدى إليه القصف الإسرائيلي على القطاع من إبادة لعائلات فلسطينية كاملة في غارات جوية مباشرة دون أي تحذير. عائلات فلسطينية بأكملها أبيدت عن بكرة أبيها في قطاع غزة، هكذا خلص تقرير نشرته وكالة أسوشيتد بريس عن نتائج العدوان وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. التقرير أكد أن القصف الجوي والبري في القطاع أباد عائلات فلسطينية بأكملها لدرجة لم يسبق لها مثيل، موضحا أن سلالات بأكملها وأحيانا 4 أجيال من العائلة نفسها تقتل في غارة جوية واحدة أو سلسلة غارات على أفراد من العائلة نفسها كانوا يحتمون معا من العدوان. ولم ينسى التقرير أن يلفت النظر إلى أن أغلب تلك الغارات وقعت دون تحذير مسبق من القصف. تقرير الوكالة رصد ما لا يقل عن 60 عائلة فلسطينية استشهد فيها 25 شخصا أو أكثر في غارات بين أكتوبر وديسمبر خلال المرحلة الأكثر دموية وتدميرا في العدوان غير المسبوق. وخلص التقرير إلى أن عائلات عدة في غزة لم يتبقى لديها أحد تقريبا لتوثيق عدد الشهداء، فيما لا يستطيع آلاف الأشخاص تحديد جميع شهدائهم بسبب وجود الكثير من الجثث تحت الأنقاض. تقرير أسوشيتد بريس رصد العائلات التي أبيدت فقط خلال شهرين من عمر العدوان الإسرائيلي الذي دخل شهره التاسع، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن مئات العائلات التي تم محوها فعليا من السجلات المدنية التي تحولت صفحات كثيرة منها إلى قوائم شهداء.
تسجل تلك العائلات التي تم محوها دليل إدانة واضحا على جرائم حرب مكتملة الأركان، وستقف حائلا في التاريخ الإنساني دون إفلات مرتكبيها من العقاب، وليصبح غيض تلك الجرائم من فيض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كابوسا على ضمير الإنسانية جمعاء حتى يصحو من غفوته، وجرسا لإنذار المجتمع الدولي بأن لهيبة تلك النيران إن تركت فسوف تحرق العالم بأكمله. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدينة القدس المحتلة للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. وخلال مظاهراتهم رفع المتظاهرون الإسرائيليون لافتات لمناهضة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية أسلوب إدارته للحرب في غزة وفشله في إعادة عشرات المحتجزين من قطاع غزة. تظاهرات حاشدة في إسرائيل تجتاح شوارع تل أبيب وتتجه نحو منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلى وشك أن تخرج عن السيطرة رفضاً للفساد في الداخل وإخفاقات حرب غزة الوحشية في الخارج. وهز الزلزال السياسي سلطة حكومة الحرب في تل أبيب بمظاهرات احتشد فيها عشرات آلاف الإسرائيليين أمام الكنيست للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بعد أن عزل نتنياهو مجلس الحرب تحت الضغط الشعبي والدولي، وكخطوة إيجابية على طريق التوصل إلى صفقة يتحرر بموجبها المحتجزون الإسرائيليون لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وردد المتظاهرون هتافات: لا، لن نوافق على حكومة متهورة، أنت مذنب، الوصف الذي استخدمه المتظاهرون، ورفعوا شعاره متهمين نتنياهو بالإخفاق الذي أدى إلى هجوم 7 أكتوبر الماضي، وطالبوا بتغيير الحكومة الفاشلة وقفا لنزيف الدم ولوضع حد نهائي لفقدان المزيد من جنود جيش الاحتلال. وشهدت المظاهرات تضامن أعضاء من الكنيست داخل صفوف المعارضة مع المحتجين، فيما دعت زعيمة الاحتجاج المناهض للحكومة وعالمة الفيزياء شكما بيرسلر إلى إجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس الفلسطينية يسمح بعودة جميع المحتجزين. واتهمت بيرسلر حكومة الحرب بالاستمتاع بمقتل جنود إسرائيليين. وعلى مستوى المعارضة دعا رئيس حزب العمل المعارض يائير جولان إلى إجراء انتخابات مبكرة وسريعة، مشددا على أن الحكومة المتهورة يجب أن تعود إلى ديارها، انطلاقا من مخاوف المعارضة المتصاعدة جراء التحديات الأمنية الكبرى المتمثلة في اشتعال الجولات مع حزب الله في لبنان وجبهة إيران الساخنة. وهكذا ينتفض الشارع الإسرائيلي غضبا وسخطا ضد حكومة تشهر إفلاسها ولا تزال تفتح أبواب الجحيم في المنطقة بأسرها. بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء أيرلندا تاوسيتش سيمون هاريس الحرب في غزة. وذكر البيت الأبيض في بيان أن الزعيمان أكدا في اتصال التزامهما بحل الدولتين والحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال هاريس إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، إضافة إلى الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون. من جانبه سلط بايدن الضوء على التعاون المستمر مع الحكومة الأيرلندية بشأن الأولويات المشتركة، لا سيما تعميق العلاقات بين شعبي واقتصاد الولايات المتحدة وأيرلندا. ذكر تقرير للأمم المتحدة عن الأثر البيئي للحرب في غزة أن الصراع قد تسبب في تلوث غير مسبوق للتربة والمياه والهواء في القطاع الفلسطيني، ودمرت شبكات الصرف الصحي، وخلف أطنانا من الحطام الناتج عن استخدام عبوات ناسفة. ووفقا لتقييم مبدئي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن العدوان على غزة سرعان ما قضت على التقدم المحدود الذي تم إحرازه في تطوير تحلية مياه البحر ومرافق معالجة مياه الصرف
وإصلاح الأراضي الرطبة الساحلية في وادي غزة والاستثمار في تركيبات الطاقة الشمسية. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من التدهور الكبير في الأوضاع بالضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وأضاف تورك أن القوات الإسرائيلية والمستوطنين قتلوا 528 فلسطينيا بينهم 133 طفلا منذ أكتوبر الماضي وحتى منتصف يونيو الجاري، لافتا إلى أن بعض الحالات تثير مخاوف جدية من عمليات قتل غير قانونية. كشفت مؤسسة هيلي أند بارترنز الرائدة عالميا في استشارات الهجرة والمواطنة عن أن إسرائيل خرجت من قائمة الدول العشر الأكثر جذبا للمليونيرات وأصحاب رؤوس الأموال، ذلك للمرة الأولى منذ عقود. وجاء ذلك في تقرير نصف الثانوي الذي نشرته المؤسسة والذي وصف هذا الاتجاه بالتحول الكبير الذي يؤكد مدى السرعة التي يمكن أن يؤدي بها الصراع إلى تقويض جاذبية بلد ما بالنسبة لأثري العالم والمهاجرين. وأضاف التقرير أن الحرب المستمرة لم تحطم صورة إسرائيل كملاذ آمن فحسب، بل هددت أيضا إنجازاتها الاقتصادية. تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح البري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تمنع دخول هذه المساعدات، ما يفاقم من الأزمات الصحية والإنسانية داخل قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أجدد الترحيب بحضراتكم من أمام بوابة معبر رفح البري. لازالت الأوضاع كما هي فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، لم يدخل أي من المساعدات اليوم سواء كانت غذائية أو طبية، فقط 4 شحنات للغاز هي التي دخلت لمنفذ كرم أبو سالم، ولم يستقبل المعبر اليوم أي من شحنات رغم تجهيز مصر لعدد كبير من هذه الشحنات سواء كانت الإنسانية أو حتى شحنات الوقود. الأسباب التي تعود إلى منع الاحتلال الإسرائيلي هو الإجراء المتواصل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي
في منفذ كرم أبو سالم بمنع دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. السبب الآخر أيضا هو استمرار العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية والقريبة من المناطق الشرقية لمنفذ كرم أبو سالم، فبالتالي يؤثر بالسلب على تأمين هذه المساعدات. ربما السبب الآخر أيضا هو مظاهرات الإسرائيليين أمام الشاحنات، وهذا ما أشارت إليه الخارجية الأمريكية بأن هناك مشاكل كبيرة تواجه دخول المساعدات الإنسانية، منها مظاهرات الإسرائيليين. وبالتأكيد منع دخول المساعدات يفاقم الأزمات الصحية والإنسانية، خاصة فيما يتعلق بعمليات النزوح، وهذا ما أشارت إليه وكالة الأونروا اليوم بأن هناك ما يقرب من 65 ألف فلسطيني يلتجئون داخل مدينة رفح الفلسطينية، ومنذ 6 أسابيع كان هناك أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، لكن العائلات تضطر دائما إلى النزوح والبحث عن أماكن آمنة، لكن للأسف لم يعد هناك أي مكان آمن داخل قطاع غزة. وفيما يتعلق أيضا بالأزمة الصحية التي تتفاقم، عبر عنها ممثل منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة وأكد أن هناك ما يقرب من 10 آلاف حالة يحتاجون إلى الإجلاء الفوري خارج قطاع غزة للعلاج. وهنا جدد المطالبة بضرورة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني أو إيجاد آلية لنقل المصابين والجرحى لعلاجهم خارج القطاع. وفي هذا الصدد أيضا أشارت الخارجية الأمريكية بأنها تعمل مع حكومتي مصر وإسرائيل للعمل على عودة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ولكن بالتأكيد مصر لازالت متمسكة بالانسحاب الكامل من معبر رفح الفلسطيني للقوات الإسرائيلية. أخيرا أؤكد على تواجد كل الأطقم الصحية وهيئة الإسعاف المصرية داخل بوابة معبر رفح من الجانب المصري، وقد شهدتهم اليوم داخل هذا المعبر يستعدون وعلى أتم الاستعداد في حال فتح المعبر من الجانب الآخر. ونحن نتحدث عن مرور اليوم 43 لإغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لكن في حال عودته في أي وقت مصر مستعدة لتقديم كل الخدمات الصحية والعلاجية للأشقاء داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. بوتين يزور بيونغ يانغ للقاء الزعيم الكوري الشمالي، ومخاوف غربية من تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إلى ضرورة تكثيف الجهود للتصدي بحزم لخطاب الكراهية، لافتا إلى ضرورة تكاتف المنظمات الدولية والمؤسسات التشريعية من أجل صياغة تشريعات تسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة. وفي بيان للبرلمان العربي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، أضاف العسومي أن العالم بات مضطربا بالقدر الذي يستوجب معه سرعة اتخاذ خطوات تنفيذية للحد من خطاب الكراهية، خاصة في ضوء الأزمات المتفاقمة داخليا وفي العديد من دول الشرق الأوسط، فضلا عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يقع على عاتق الدول بموجب القانون الدولي الالتزام بمنع التحريض على الكراهية ومكافحته وتعزيز التنوع والتفاهم والتضامن. وفي رسالة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، شدد غوتيريش على ضرورة تعزيز الدول لهذه الالتزامات وتنفيذها والحرص فيما تتخذه من تدابير على صون حرية التعبير وحماية الأقليات والمجتمعات المحلية الأخرى. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستن اليوم، قال إن واشنطن تسعى إلى تجنب اندلاع حرب أكبر بعد تصاعد إطلاق النار عبر الحدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على مدى الأسابيع الماضية. ووصف هوكستن الوضع على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل بأنه خطير. وقال المبعوث الأمريكي إن هذا هو السبب الذي دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إرساله إلى لبنان. وزار المبعوث لبنان ليوم واحد لعقد اجتماعات بعد زيارة قصيرة إلى إسرائيل. يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة استثنائية إلى كوريا الشمالية للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، ويأتي ذلك في ظل مخاوف غربية من التقارب بين البلدين والذي من المنتظر أن يؤدي إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك في مختلف المجالات. للمرة الأولى منذ 24 عاماً
يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوريا الشمالية في زيارة استثنائية قد يتم في ختامها توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين. ويتسرب القلق للأمريكيين والأوروبيين منذ أشهر من التقارب المتسارع بين روسيا وكوريا الشمالية، حيث وصف يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي لبوتين زيارة الرئيس الروسي بأنها لحظة مهمة للبلدين الخاضعين لعقوبات غربية، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع وثائق مهمة للغاية واحتمال إبرام اتفاق شراكة استراتيجية شاملة. ويشكل التقارب الروسي الكوري الشمالي هاجسا مؤرقا للسياسة الأمريكية والوجود الأوروبي، حيث أعرب البيت الأبيض عن قلق الولايات المتحدة إزاء العلاقات التي تزداد قوة ومتانة بين موسكو وبيونغ يانغ. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن تعمق العلاقات بين هذين البلدين لا يقتصر فقط على الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية التي لا تزال تستخدم في ضرب أهداف أوكرانية، بل أيضا لأنه قد ينتج عنه تبادل من شأنه أن يؤثر على أمن شبه الجزيرة الكورية. ويخطط الزعيمان الروسي فلاديمير بوتين والكوري الشمالي كيم كونغ أون لإعادة تشكيل العالم وتغيير موازين القوى الدولية بعد مغازلة القطب الأمريكي والخصم الأوروبي. وتأتي الزيارة بعد 9 أشهر على استقبال بوتين الزعيم الكوري الشمالي في أقصى الشرق الروسي، وهي زيارة طغت عليها أجواء الثناء دون إبرام أي اتفاقيات. والآن تتأهب الكرة الأرضية للقاء السحاب بين تجار احتقار الرؤوس النووية، فمن ينضم إلى مأدبة العشاء الفاخر ومن هم ضيوف الحفل؟ أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه أطلق طلقات تحذيرية بعد أن عبر جنود من كوريا الشمالية الحدود وسط تصاعد للأزمة بين الجانبين بعد تعليق اتفاقية خفض التوترات بين البلدين. وتأتي هذه التطورات عقب إرسال بيونغ يانغ بالونات تحمل قمامة إلى الجنوب. مستوى غير مسبوق من التوترات بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية، حيث أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه أطلق طلقات تحذيرية بعد أن عبر جنود من كوريا الشمالية الحدود وسط تصاعد الأزمة بين الجانبين بعد تعليق اتفاقية خفض التوترات بين البلدين عقب إرسال بيونغ يانغ بالونات تحمل قمامة إلى الجنوب. وردت سول بحملة دعائية عبر مكبرات الصوت. هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قالت إن بعض الجنود الكوريين الشماليين الذين يعملون داخل المنطقة المجردة من السلاح على الجبهة المركزية عبروا لفترة وجيزة خط ترسيم الحدود العسكرية، ثم بث جنود الجيش الكوري الجنوبي نصا تحذيريا وأطلقوا طلقات تحذيرية. ونشر الجيش الكوري الجنوبي صورا لأنشطة الحدود التي قام بها جنود كوريون شماليون خلال الشهرين الماضيين، والتي يبدو أنها تظهر الجنود وهم يزرعون ألغاما أرضية ويبنون مبان تشبه الطرق. وقال مدير الشؤون العامة في هيئة الأركان المشتركة الكولونيل لي سونغ جون إنه لم تكن هناك تحركات غير عادية باستثناء الانسحاب الفوري للجنود الكوريين الشماليين بعد طلقاتنا التحذيرية، مضيفا أن الجيش يراقب القوات عن كثب بالقرب من الحدود. وقال لي سونغ جون المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي قدر أن الجنود الكوريين الشماليين لا يبدو أنهم عبروا الحدود عمدا، لأن الموقع عبارة عن منطقة غابات ولم تكن علامات خط الترسيم العسكري هناك مرئية بوضوح. وفي الأسابيع الأخيرة أرسلت كوريا الشمالية مئات البالونات المحملة بأعقاب السجائر وورق التنظيف جنوب الحدود، فيما وصفته بأنه انتقام من بالونات تحمل دعاية مناهضة لبيونغ يانغ أرسلها نشطاء في الجنوب. وعلقت حكومة كوريا الجنوبية هذا الشهر بشكل كامل اتفاقا عسكريا أبرمته عام 2018، واستأنفت البث الدعائي عبر مكبرات الصوت على طول الحدود ردا على البالونات، ما أثار غضب الشمال الذي حذر من أن سول تخلق أزمة جديدة، بينما حذر الخبراء من أن قرار التخلي عن صفقة 2018 واستئناف البث عبر مكبرات الصوت قد يكون له آثار خطيرة.
بدأ الأطباء في كوريا الجنوبية إضرابا عن العمل للاحتجاج على خطط الحكومة الرامية إلى زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بمقدار 2000 طالب بدءا من العام المقبل. وكانت رابطة الأطباء في كوريا الجنوبية قد أعلنت عن مسيرة احتجاجية لمدة يوم واحد، حيث احتشد نحو 20,000 طبيب بالقرب من البرلمان في العاصمة سول. ومن جانبها ذكرت وزارة الصحة كوريا الجنوبية أن نحو 4% من العيادات الخاصة البالغ عددها 36,000 أبلغت الحكومة بإغلاق أبوابها اليوم للانضمام للمسيرة الاحتجاجية. الآن وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة. وشروق أحمد، أهلا بك شروق. أهلا بك سحر، أهلا حكمت، أهلا بحضراتكم ونشرة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. أكدت الحكومة أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقراراً في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، موضحة أن الخطوات التصحيحية بدأت تؤتي ثمارها بما ينعكس في تحسن مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024. وأشارت الحكومة إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة فيتش ومودز وستاندرد أند بود بدأت تتحرك إيجابياً، كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 4.2% في العام المالي المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و 4.6% في السنة المالية 2025-2026. أعلنت الحكومة استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الخامس على التوالي، وأفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة بأن تلك الصادرات بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16 مليار و551 مليون دولار مقابل 15 مليار و74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وأشار البيان إلى أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية العالمية بما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط إلى حد كبير مع ترقب المتداولين لأي إشارات على زيادة الطلب خلال فصل الصيف لدعم الأسعار رغم وجود المعروض من في السوق بهدف إضعاف المكاسب. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت 2.2% إلى 4.89% دولار للبرميل، وانخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.2% إلى 8.18% دولار للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 82% لتصل إلى 2.51 دولار للتر. هذا وارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.22% لتسجل 2.82 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت مبادرة البيانات المشتركة أن صادرات السعودية من النفط الخام قد تراجعت إلى 5.9 مليون برميل يوميا في أبريل من 6.4 مليون برميل يوميا في مارس. وأضافت المبادرة أن استهلاك الخام بمصافي التكرير المحلية هبط بنحو 150 ألف برميل يوميا ليصل إلى 2.5 مليون برميل في أبريل. وتقدم السعودية وهي أكبر مصدر النفط الخام في العالم وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني. ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في مايو بأقل من المتوقع، إذ أثر انخفاض أسعار البنزين على إيرادات المحطات. وأكدت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة قد ارتفعت بنسبة 1.1% الشهر الماضي بعد أن كان خبراء اقتصاد قد توقعوا ارتفاعا بنسبة 0.3%. اختتمت
اختتم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ زيارة استمرت لمدة 4 أيام لأستراليا بزيارة مصفات الليثيوم تديرها الصين غرب البلاد، وذلك في مؤشر على اهتمام بلاده بالمعادن الثمينة الأسترالية الضرورية للسيارات الكهربائية. وتستخرج أستراليا 52% من الليثيوم في العالم، ويتم تصدير معظمه كخام إلى الصين لتكريره واستخدامه بشكل خاص في بطاريات السيارات الكهربائية. أفاد معهد الأبحاث الاقتصادية في برلين أن تنامي ثقة المستثمرين الألمان في يونيو قد صعد بقدر ضئيل في مؤشر المعنويات الاقتصادية الذي جاء أقل من المتوقع، وارتفع مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى 47.5 نقطة من 47.1 نقطة في مايو، في حين انخفض تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا بشكل طفيف إلى -73.8 نقطة من -72.3 نقطة في الشهر السابق. أكد اتحاد صناعات الطاقة الشمسية في ألمانيا أن تركيب ألواح الطاقة الشمسية في البلاد قد ارتفع بنسبة 35% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مدعوما بارتفاع الطلب الصناعي والتجاري والخلايا الكهروضوئية التي تثبت على الأرض. وقدمت برلين عدة تشريعات لتسريع التوسع في الطاقة الشمسية في إطار خطتها لتغطية 80% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. أظهرت دراسة أجرتها شركة معنية بالشحن البحري الآلي أن استخدام الذكاء الاصطناعي في ملاحة السفن قد يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون لقطاع الشحن التجاري العالمي بحوالي 47 مليون طن سنوياً. وينتج الشحن البحري الذي يستخدم في نقل حوالي 90% من التجارة العالمية حوالي 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة في حال عدم تنفيذ تدابير أشد صرامة لمكافحة التلوث. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة، ومن جديد عودة إليكما سحر وحكمة. شروق عماد الدين، شكرا جزيلا لك. وبالأخبار الاقتصادية نصل إلى نهاية نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج في ثاني أيام التشريق. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل القصف بشكل عنيف على قطاع غزة، وارتفاع الحصيلة لأكثر من 37,700 شهيد. الأمم المتحدة تحذر من مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة، وتؤكد أن استخدام أسلحة متفجرة خلف نحو 39 مليون طن من الحطام. انتهت نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء. في أمان الله.